عليكم حنيناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كرح بكم من جديد على قناتنا إبداعاتنا لنواع الزينشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. أول فيديو مسجل معكم يا الغزالات ديالي، فشكرا لكل البنات اللي سولوا عليا وكل البنات اللي صيفطوا لي في الخاص، والحب الكبير اللي كنشوفه بزاف في تعليقاتكم لهلا يختكم عليا الغزالات ديالي. فالبارح حطيت لكم واحد الوصفة ديال الشعر، تطوير الشعر وتقوية الشعر. فاليوم غادي نعطيكم واحد الوصفة زوينة وفنة، وغتشوفوا عليها نتائج من الاستعمال الاول كما شفت النتائج انايا خاصة بالهالات السوداء، لان فعلا الانسان الا ما كينعسش مزيان فهذوك الهالات عرفتوا كيوليو يعني كيوليو حالتهم. في الغزالات ديالي غنعطيكم بمكونات جد بسيطه ومتوفره بكل بيت، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. وتاني واحد المكون في حاله ما بقيتوش سيرتو البلايص اللي فيهم داك الكونفينمون داكشي يعني قصح شويه ما يمكنش يخرجوا ما يمكن كذا ما يمكن، فغنعطيكم واحد المكون اخر اللي باش غادي تعوضوا هذا المكون هذا. تقريبا هما جوج ديال الوصفات يعني اثنان في واحد، وكذلك غنوريكم واحد الطريقه باش غادي توليو دلكوا هذه البلاصه هذه، لان المحيط ديال العينين الا كديروا ليه واحد النوع ديال التدليك بهذه الطريقه بحال هكذا فكدور فيه الدوره الدمويه، وبالتالي ديك البلاصه ما كتبقاش يعني كحله لديك الدرجه. وكنوصيكم يا الغزالات ديالي انكم تشربوا الماء مزيان، شربوا الماء على الاقل يعني لتر ونصف في اليوم الا قدرتوا، لان فعلا الماء راه كيخلي لكم حتى البشره ديالكم زوينه وما يعني البشره ديالكم ما كتبقاش مكمشه، فهمتوني يا الغزالات ديالي. فالان غادي تشوفوا معايا المكونات وغنوريكم كذلك طريقه الاستعمال، فخليكم معايا. ها هما المكونات ديالي، طبعا كل مكون غنقول لكم لاش كيصلح. طبعا غادي نحتاجو الى جل الالويفيرا، شفتوا معايا الغزالات ديالي جل الالويفيرا، فغادي تلقاوه عند الناس اللي كيبيعوا الماكياج راه متوفر عندهم، غادي تلقاوه على بعض لي سيت مثلا ولا المهم غادي تلقاوه كاين حتى في امازون، غادي تقدروا دومونديوه من امازون. وكذلك كما قلت لكم انا هذا خديته من اكسيون، البنات يعني اللي عايشين في الاماكن اللي فيها اكسيون فغادي تلقاوه صراحه زوين، وانا عجبني بزاف. جيبوا هذا اللي فيه 92%، شو معايا الغزالات ديالي. وغادي نحتاج الى القهوه، طبعا ماشي اي نوع من القهوه، ضروري انها تكون هاد النوعيه هادي، غنوريها لكم. شوفوا معايا الغزالات ديالي ها هي هاد القهوه هادي اللي محمصه، ماشي داك النوع الثاني سريعه الذوبان، ضروري انها تكون قهوه محمصه يا الغزالات ديالي، وما عليها ابدا اي اضافات، يعني ما يكون فيها لا هيل لا قعقل لا لبسيبيسه لا اي حاجه لا سكنجبير، لا ضروري انها تكون فقط محمصه ومطحونه. عندكم تمشيو تستعملوا لي هذيك القهوه المعطره اللي متوفره عندنا في البلاد، ما تستعملوهاش يا الغزالات ديالي، فجيبوا قهوه بحال هكذا تكون محمصه ومطحونه، وقولوا ها نتوما العطار، قولوا ليه ما تزيد عليها حتى حاجه، راه هذه زوينه بزاف كقوماج للبشره للوصفات ديال التجاعيد. البنات اللي قالوا لي بغا وصفات للتجاعيد فاكيد غادي ننزلهم لكم يا الغزالات ديالي. وهنا كذلك عندي الحمص المطحون، الحمص المطحون واحد الحاجه اللي رائعه جدا. بعد ما قلتش لكم القهوه اش كدير، القهوه كتساعد ان الدوره الدمويه تدور لينا في هذه البلاصه هذه، وبالتالي البلاصه ما كتبقاش يعني زرقاء كما هي، دوك لي سيغ كيمشيو. وكذلك هذا دقيق الحمص خصوصا البنات اللي عندهم هذه البلاصه هذه داخله مزيان، مثلا انايا راه مده طويله وانا كندير النضاضر، فعادي كاع الناس اللي كيديروا النضاضر هذه البلاصه هذه كتكون داخله ليهم، لهذا استعملوا دقيق الحمص. سمحوا لي الغزالات ديالي تحبس لي التصوير، فقلت لكم دقيق الحمص واحد الحاجه اللي رائعه رائعه جدا، وعن التجربه فالبنات اللي عندهم تجاعيد هنا في حول العينين واحد الحاجه اللي التوب ديال التوب. فهاد الوصفه وصفه بقصة بمالي الكلمه من معنى، كما كنقول لكم دائما يا الغزالات ديالي اهتموا براسكم، ما كاينش اللي غيبقى عليك، يعطيك واحد كيلو ديال الاهتمام راه بنادم راه مجد لك غطى عين، لهذا اهتموا براسكم سكسفول يعني الحال يا الغزالات ديالي. وعندك تقولي لا انا جالسه غير في الدار ما شافني حد، ولا لا انا صايي ولدت وليداتي، ولا انا ما كاين اللي يسول عليا، لا هادشي كله ضربوه في الزير واهتموا ليا براسكم، اهتموا ليا بالجمال ديالكم يا الغزالات ديالي. فالطريقه جد بسيطه،
فغادي تاخدي واحد الكميه صغيره بحال هكذا من القهوه، وغادي تضيفي عليها هي الغزاله ديالي واحد الكميه اخرى جد بسيطه من مثلا ملعقه صغيره من القهوه المحمصه ياك بدون اي اضافات، وملعقه صغيره من الحمص المطحون. اشنو درت انايا؟ عندكم تمشيو عاود ثاني عند العطار وتقولي عطينا حمص مطحون، خذوا نتوما هذاك الحمص اليابس ياكو وطحنوا عندكم في الدار، وانا غنوريكم كاع انا اللي خديت منه، نجيبو لكم دابا تشوفوه. ها هو الغزالات ديالي، شفتوه داك العادي غادي تجيبوه داك اللي كيكون يابس، وغادي تطحنوه في المطحنه الكهربائيه، وغادي تستعملي واحد المنخل غادي تنخلي به تحصلي بحال هذا اللي عندي انايا، تيولي بحال الدقيق. قلت لكم يا الغزالات ديالي ملعقه صغيره من القهوه، ملعقه صغيره من دقيق الحمص، وغادي تمزجيهم ليا بجل الالويفيرا. لنفرض ما عندكش جل الالويفيرا، اش غادي ديري؟ غادي تمزجيهم ليا بالياغورت اللي كيكون مسوس، طبعا كل بلاد وفيها داك النوع اللي كيكون مسوس، ولكن حاولوا انكم ما ديروش الاخر اللي فيه السكر، لان بعض الناس داك النوع اللي فيه السكر راه كيدير لهم الحساسيه يا الغزالات ديالي، فحاولوا انكم تجيبوا داك اللي كيكون ناتشور هذاك ومزجوه ووضعوه في هذه البلاصه هذه لمده 20 دقيقه. طبعا غادي تكوني مرولاكسيه ليا مع راسك، وديري قناتنا نهى توفيق وتصنتي شي بث اللي كنعالجوا فيه شي مشكله حياتيه ولا كنلقاو فيه حلول مع بعضنا. بالمناسبه كنتمنى كلكم انكم تشتركوا على قناتي نهى توفيق حموشة تي في اللي كنعمل فيها بث مباشر معكم كل ليله، وكتكون جلسه نسائيه بامتياز واكيد كتكون مفيده، فيعني ماشي داك النوع ديال البث المباشر اللي كيكون خاوي الخوال خاوي، لا ما غتخرجي الا وانت خديتي واحد الفكره اللي هي زوينه غادي تنفعك في حياتك ان شاء الله. ثم الغزالات ديالي من بعد مني غادي تحيدوا، فغادي ترطبوا بواحد المكون صديقي الدائم اللي غتشوفوه معايا. ها هو الغزالات ديالي زيت جوز الهند. طبعا عندكم تسمعوا تاني زيت جوز الهند وتهزيو تحطي ليا كيلو لا يا الغزالات ديالي، فغادي تاخدي غير واحد شويه يعني مسحه خفيفه بحال هكا، ومن الاحسن انكم تحتفظوا به في الثلاجه بحال هكا مسحه خفيفه جدا كما كتشوفوا معايا الغزالات ديالي، لاني الا كثرتوا اي نوع من الزيوت كنا على يقين انها غادي تدي لكم دوك. قلت لك الغزالات ديالي ثم غادي تحاولي انك ديري بحال هكذا ياكي بحال هكا بهذه الطريقه، ولا عندكم هذه الاداه هذه غادي يكون افضل. هذه الاداه طبعا انا خديتها من اكسيون، خديتها غاب اورو، سبحان الله كتباع في هذا في الفيسبوك كيبيعوها حتى 20 اورو 40 اورو، ما عرفتي اختي علاش، ها هي كدير غا اورو في اكسيون ياكم. غادي تحاولوا انكم ديروا بها واحد الحركات بحال هكذا بحال هكذا لتحت العينين، طبعا بكل رفق وحب وحنان على عيناتكم يا الغزالات ديالي. وكذلك دائما هذا النوع هذا ديال القطن هذا يا الغزالات ديالي، حاولوا انكم ديجا عطيتكم واحد الوصفه اللي كديروها في هذه النوعيه هذا ديال القطن وكتحتفظوا بها في المجمد. لنفرض ما صوبتيش هذوك الوصفات فقط بحثي على القناه كتبي الهالات السوداء ابداعات نهى للنواعم، غادي يخرجوا لي كاع الوصفات اللي عندي على القناه الخاصه بالهالات السوداء. وكذلك يا الغزال ديالي طريقه زوينه، حاولي انك توضعي هذا القطن هذا في الماء غير في الماء العادي وتكونجليه، ديري في المجمد ياكي، ومن بعد مني غادي تكونجلا مزيان غادي تخرجيه ياكي وغتخليه واحد شويه طيرطب. اكيد ما غاديش تاخدي الثلج مباشره وغادي توضعيه في هذه البلاصه هذه، لان هذه البلاصه اللي فيها واحد الجله حساسه بزاف، وغادي تقسميه بحال هكذا وغادي توضعي واحد شويه هنا واحد شويه هنا وترولك صايا مع راسك. وهاد الوصفه بامكانك تستعمليها نهار ايه نهار لا، واكيد غادي تشوفي نتيجه من الاستعمال الاول على ضغطي الغزالات ديالي، وبامكانك تستعمليها فقط مره واحده في الاسبوع. وكنوصيكم تبقاو تنعسوا في الوقت وتشربوا الماء يا الغزالات ديالي. كنتمنى ان هذا الفيديو الى اعجابكم، الى عندكم اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا منكم، معليش ما تردكم الا انا منكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وكذلك مع صحاباتكم في الواتساب، باش الواتساب باش كلشي مزيان كلشي طبوقص ان شاء الله، لان صراحه كنعطيكم وصفات من قلبي، وصفات يعني عن تجربه، وصفات مجربه، والحمد لله كاع اللي كيجرب وصفاتي راه كيجيبوا معاه نتيجه. ومرحبا بكم على قناتنا نهى توفيق حموشة تي في اللي كنعمل فيها بث مباشر معكم كل ليله، كنجاوب فيه على كل تساؤلاتكم فيما يخص الوصفات الطبيعيه، يعني كنجاوبكم وما كنفلت
حتى تعليق، يعني يكونوا مئات ومئات التعليقات كنجاوبكم وحده وحده زنقه زنقه، فما تكونوا ليا الا على خاطركم هي الغزالات ديالي. ما تنساونيش باش الدعوه ديال الخير ترحموا ليا على الوالده، وكتبوا ليا اي نوع من الفيديوهات اللي بغيتوه نحطوا لكم، يعني الوصفات اللي بغيتوها كتبوا ليا في التعليقات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.